مرحبا أحبابي، اليوم بدعمل أنا وياكم طريقة تحضير حلى المانجو. حلى كتير سهلة وبسيطة وعن جد عن جد طيبة، بتشهي حلو كتير، طيبة ورائعة وما بتاخد معنا كتير وقت بالتحضير. هيدا الشكل. حلو كتير طيبة ورح تعجب الصغار والكبار. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. عنا حبتين مانجا بدي أقشرن وأقطعن مربعات صغيرة. رح قطعها بهيدا الشكل. هيدا المانجا بعد ما قطعتها بهيدا الشكل منحط المانجا بالخلاط. حط فوق المانجا كوبين من عصير المانجا، كوب اثنين. حطينا كوبين من عصير المانجا، حط ملعقتين طعام سكر، ملعقة اثنين، ملعقتين طعام نشا، ملعقة اثنين. بخلطهم بالخلاط مع بعض لينعم عنا المانجا. نعمناهن منيح، هلا بدي احطهم بطنجرة. بعد ما حطيتهم بالطنجرة بحركهم تحريك مستمر على الغاز ليشتد عنا الخليط. بس غلى الخليط واشتد بهيدا الشكل، هلأ بدنا نحطهم بوعاء. بدي دهن القالب بزيت نباتي، بحط شي بسيط. ندهن القالب عشان ما يلزق عنا المانجا بس يجمد. خليهم على المجلى ليبردوا بحرارة الغرفة وبرجع بحطهم بالبراد أقل شي ساعتين. هيدي المانجا بعد ما جمدت منيح وصارت عنا بهيدا القوام، هلأ بدنا نشيلها من القالب. حطها بالصحن. هيدا شكلها النهائي. هيدا الشكل.
بزين كمان بالمانجا. رح احط بالنص عرق نعناع اخضر بيعطي كتير شكل حلو. هيدا الشكل النهائي لحلى المانجو اللي عملتها انا وياكن. عملناها تقريبا تحضيرها اخذ معنا حوالي 10 دقايق، بس بتاخد معنا وقت بس نحطها بالبراد. ملاحظة، ملعقة النشا اللي عبيناها عبوها منيح ملاني عشان يطلع عنا القالب جامد. بتمنى الطريقة تكون نالت اعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو. المشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاية. باي باي احبابي.